بعد الضجة الكبيرة والأخبار اللي اتكلمت عن هجرة الفنان السوري القدير علي كريم على أحد القوارب لأوروبا، نفت مصادر قريبة من الفنان السوري الخبر وأكدت أن الصورة اللي اتنشرت ليه بجانب عدد من اللاجئين السوريين في مدينة أزمير التركية كانت خلال زيارة قام بها للمدينة كمحاولة منه لمساعدة بنته على السفر والالتحاق بشقيقها المتواجد في ألمانيا. وأكدت المصادر أنه رجع بعد الزيارة لسوريا لاستئناف حياته ونشاطه الفني بشكل طبيعي.